السلام عليكم طلاب، اليوم عندنا موضوع أسئلة وزارية خاصة على التوافيق. هنجي ناخذ أول سؤال. طبعا السادس أدبي حصريا. فهسه نجي، هذا أول سؤال ربط بين التبادل والتوافيق. هنا هذا ينفتح بهالشكل، هذا الثنين تنزل على حطتها، وهذا معناته ان في ان ناقص واحد. تمام، راح يساوي التبادل لثلاث مرات، التوافيق عفوا راح يكون ان ناقص واحد، وفي ان وهنا ان زائد ان ناقص واحد، ان زائد واحد. تمام، وهنا ثلاثة في اثنين في واحد، فتحت الثلاثة في اثنين في واحد. تمام طلاب، طلاب هسه هذا المقدار راح يصير ستة، اثنين في ثلاثة ستة، مقام واحد، طرفين في وسطين، فراح يكون ستة، ستة في اثنين 12، مو صح لولا؟ ان ان ناقص واحد راح يساوي هنا ان ناقص واحد، هنا ان، هنا ان زائد واحد. تمام، هذا ويا هذا، هذا ويا هذا، بقت 12 يساوي لنا ان زائد واحد. تمام، راح يساوي لنا هنا ان، هنا 12 على حطتها نقص منها الواحد، اذا ان راح شو يساوي لنا 11. واضحه الفكره؟ طلاب عندي هسه سؤال رقم 2 من الأسئلة الوزارية. شلون أحلها؟ هذا راح ينفتح مرتين، هذا راح ينفتح ثلاث مرات. تمام؟ فهنا أنا راح تكون في هالشكل، هذا اثنين ان ان ناقص واحد. تمام، اثنين معناته جاب من اثنين في واحد، راح يساوي ان هذا ام ثلاث مرات، ثلاثة في اثنين في واحد. تمام، هنا ايش راح يكون؟ ان زائد اثنين، ان زائد واحد. تمام، في ان هنا طلاب زائد واحد، فهسه راح يكون هذا اختصار تمام، فراح يكون طرفين في وسطين، فنجي هنا ان زائد اثنين، ان زائد واحد، و ان راح يساوي لنا 3 ان ان زائد 1. هذا يختصر وياها. تمام، هذا وياها قلت لي ان زائد 2 يساوي لنا 3، و ان 3 يروح منها 2، ان ايش راح يساوي لنا؟ 1، مو صح لولا؟ عفوا طلاب، هنا مو 3 6، من 3 في 2 6، ف 6 تروح منها 2، ايش قد راح تبقى؟ 4. واضحة الفكرة؟ طلاب هذا السؤال الثالث من الأسئلة الوزارية، فهنا أنا راح أسحب عامل مشترك اللي هو 7. تمام؟ وقال لي ان ناقص 2، فسحبت عامل مشترك 7 وقال لي ان ناقص 2. تمام طلاب، فسحبت السبعة عامل مشترك
ال 14 تقبل القسمة على 7 وال 7 تقبل القسمة على 7، فبقت هنا 2 وهنا بقت n. هذا شلون راح افتحه؟ 3 في 2 في 1، واضحة؟ فهنا الفوق ايش راح ينفتح؟ n n ناقص 1 n ناقص 2، تمام؟ فهذا مقام واحد، فطرفين في وسطين. ف 6 في 7 راح يصير 42 ان ناقص 2 صح؟ ماشي يساوي لنا ان ناقص 1 ان ناقص 2، هذا المقدار كله انضرب بالواحد، تمام؟ فعندنا هذا يشبه هذا، نحذفه ونخلص منه. نبقى 42، هذا التمرين مكرر علينا بالتوالي اذا تتذكرون. فان في ان، ان تربيع، ان في واحد، اساج ان تربيع ناقص ان ناقص 42 يساوي صفر، راح تصير تجربة، تمام؟ نا ان ناقص 7 وان زائد 6، مو صح لو لا؟ حتى تصير عندي تجربة بين طرفين. إذا أما ان ناقص 7 يساوي صفر، ويؤدي إلى أن ان يساوي موجب 7، أو ان زائد 6 يساوي صفر، ويؤدي إلى أن ان يساوي سالب 6، مو صح لو لا؟ واضحة الفكرة؟ طلاب هسه راح نجي نكمل اخر سؤال من اسئلة الوزاري، اللي هو السؤال الرابع، تمام؟ نكمل هنا بالسبورة عندنا مكان، وهو سؤال بسيط. فهذه تبادل من ان زائد 1 للثنين، ماخوذ منه 2 يساوي لنا 105. فهنا انا سهلة كلش، يعني معناته ان ان زائد 1، مو صح لولا؟ على 2 في 1 ويساوي لنا 105، هذا مقام واحد، فطرفين في وسطين، ف10 في 2 يصير 20، مو صح لولا؟ عفوا، 105 في 2 راح يصير 110، 210. وهنا الان في ان، ان تربيع، ان في واحد، ان، تمام؟ فنجي نصفر المعادلة هنا، صار ان تربيع زائدا ان ناقصا 210 يساوي لنا صفر، تمام؟ اللي جاي تمام. هنشوف المرحلة ما بعد الاقواس. هسه اجي بالتجربة افتحها. طبعا طلاب انا قسمت وطلعت العامل اللي اضربه ويطلع لي بهالناتج هذه، اللي هو عبارة عن هسه هنا نخلي ان، ماكو اي اشكال، هنا ناقص هنا موجب، تمام؟ هنا راح اخلي 14 وهنا اخلي 15، اذا ضربتهم يطلع 210، واذا جمعتهم يطلع هذا الحد الوسط، تمام؟ فاما ان ناقص 14 يساوي صفر، يؤدي الى ان ان يساوي 14، هاي هي المطلوبة، او ان زائد 15 يساوي صفر، ويؤدي الى ان ان يساوي سالب 15، وهاي تهمل، تمام؟ اللي هنا انتهت محاضرتنا، شكرا لكم.